أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بحضراتكم في لقائنا المتجدد دائما من برنامجكم المسلمون يتساءلون. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن يشرح صدورنا وأن يرزقنا حسن الفهم وحسن الخاتمة. اللهم أمين يا رب العالمين. يا آل أحمد يا أند الأنام يدا، ما حال ذي حاجة إياكم قصدا. يا سادة الناس جدواكم وجودكم قد عوداني على أن أطلب المدد. من جاء ساحتكم سعيا لكرمكم لن تحرق النار في الأخرى له جسدا. فاللهم صل يا ربنا صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتحقق بها في مرضاتك آمالنا، وترضى اللهم عن آل بيت نبينا وعمن سلك المنهج واتبع الطريق. تعالوا بنا نسير حول حديث من أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حول نور من أنوار النبوة، حول حديث يبين مكانة الإيمان ومكانة الأمانة ومكانة المجتمع، ويبين أن كل شيء في هذا المجتمع إنما هو أمانة أودعها الله سبحانه وتعالى وأعطانا الله سبحانه وتعالى إياها. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من رواية سيدنا أنس أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. الحديث أمام حضركم الآن، أرجو أن نقرأه جيدا وأن نستوعب معاني هذا الحديث، لنقف عند كل كلمة قالها الحبيب وقفة المتأمل، وقفة تبين لنا كيف نسير في هذه الحياة، وتوضح لنا الطريق الذي من خلاله إذا سرنا كما ينبغي وصلنا إلى مرادنا، ومرادنا في هذا هو رضا الحق سبحانه وتعالى وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. فإن رضي الله عنا أصبح كل شيء هين لين سهل، كل شيء يبقى هين ولين وسهل، ما بعده أيسر. أتدرون لماذا؟ لأنك أصبحت في معية ربانية لا تخاف أبدا، ولا يمكن أن يتخلل الخوف في قلبك لأنك مع الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له. دار خلاف بين السادة العلماء، هل الإيمان يصبح كاملا أو ينفي عنه صفة الإيمان؟ ولكن المراد من حديث سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا إيمان لمن لا أمانة له، حبيبنا يبين أن الإيمان هنا يصبح ناقص. أتدرون لماذا؟ لأنه ينقص فيه الأمانة. الأمانة بشرط من شروط الإيمان، لابد الإنسان يكون عنده أمانة، أمانة الضمير، أمانة في كل شيء. فكيف يكون إيمانه قوي وإيمانه صحيح، يستقيم هذا الإيمان دون هذه الأمانة؟ كيف يؤتمن على أعراض الناس؟ كيف يؤتمن على البشر؟ كيف يؤتمن على الحياة؟ كيف يأتمنه البعض إلى غير ذلك؟ إذا انتفت هذه الأمانة وأصبحت لم تكن موجودة عنده، فهذا الإنسان يصبح غير موثوق فيه. ولذلك الإسلام دين السلم والسلامة، دين الأمن والأمانة، دين الفلاح والإصلاح للفرد والمجتمع. الإسلام ثاني دين الأمن والأمانة والسلم والسلامة والفلاح والإصلاح للفرد والمجتمع. فالمجتمع الذي لا أمانة فيه إيمانه ناقص، لا يمكن أن يتخلل الإيمان
في قلب عبد ذاق حلاوة هذا الإيمان وروح هذا الإيمان وانتفت الأمانة من قلبه. ولذلك القلب إذا تشرب هذه الأمانة قطعا لا يمكن أن يتحول. ولذلك القائل يقول: إذا ما أشرب القلب حب شيء فلا تأمل له عنه انصرافا. ولذلك الحبيب يقول فيما أخرجه الإمام الطبراني وغيره أن سيدنا صلى الله على حضرته قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم إيه؟ لسانه. ولذلك الأمانة من الشروط الواجبة للرسل والأنبياء، من الشروط الواجبة للرسل والأنبياء الصدق والأمانة إلى غير ذلك من الصفات الواجبة للأنبياء. تعالوا بنا نجول في بحر لا جسر له، في كل شيء له حد إلا حلاوته ليس لها حد. أتدرون ما هو؟ القرآن الكريم، حبل الله الذي ما تمسك به إنسان نجا. القرآن الكريم الذي قال الله عنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الذي قال الله عنه: كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سيدنا نوح: إني لكم نذير مبين، إني لكم رسول أمين. شعيب: إني لكم رسول أمين، في سورة الشعراء وغيرها: إني لكم رسول أمين. صالح: إني لكم رسول أمين. هود: إني لكم رسول أمين. موسى: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. الحبيب صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وخير الأتقياء وحبيب الأصفياء، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقب بالصادق الأمين قبل بعثته وبعد البعثة. وهذا إقرار أقره قومه لما صعد الحبيب بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد الحبيب أخذ ينادي في القوم حتى قال الحبيب لهم، القصة تعرفونها، حتى قال الحبيب لهم عليه الصلاة والسلام يأخذ إقرارا: أرأيتم لو أخبرتكم بأن هناك خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغار عليكم أكنتم مصدق؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فعلا كلام كل صدق، ما جربنا عليك كذبا قط. إذن أنت صادق أمين بأمانتي. هذه هي التي بعثت السيدة خديجة مولاها إليه ليتاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم في تجارتها، لصدقه ولأمانته صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا الكلام ذكر من سيدنا جعفر للنجاشي ملك الحبشة، ذكر أنه صادق أمين، إلى غير ذلك مما كان لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمانة شرط، شرط واجب لجميع الأنبياء. طيب، لأنه لو انتفت الأمانة منهم كيف يبلغون عن رب العزة؟ يكونون مؤتمنون؟ وحاشاهم هذا. فالأمانة شرط للوجوب لدى جميع الأنبياء. ولذلك الأمانة قد يقول البعض المقصود بها الطاعة مثلا. طب تعالوا بنا نغوص في القرآن الكريم في قول الله في سورة الأحزاب بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. خلاف دار بين السادة الفقهاء العلماء علماء التفسير، فمنهم من قال المقصود بالأمانة هنا الطاعة، ومنهم من قال المقصود بالأمانة الفرائض والدين والدين والحدود، كما ذكر ذلك الضحاك وابن مجاهد، وما روي عن سيدنا الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه، وكما أورد ذلك الإمام ابن كثير في تفسيره. فخلاف دار، هل هي الطاعة؟ هل هي الفرائض والحدود؟ هل هي الدين؟ هل هي الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة كما هو ورد عن زيد بن أسلم وغيره، إلى غير ذلك مما دار بين السادة العلماء علماء التفسير. ولكن الآية المعنى في الآية معنى عام،
لفظ عام يندرج تحته الكثير، يعني يشمل هذه، يعني يشمل الطاعة ويشمل الفرائض ويشمل الحدود ويشمل الدين ويشمل الصوم ويشمل الصلاة ويشمل إلى كل هذا يدخل تحت هذه. إن عرضنا الأمانة بما فيها، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، انظروا إلى هذه الأمانة وإلى قيمة هذه الأمانة. الدين بما فيه من طاعة وعبادة لله رب العالمين. ولذلك يروي لنا الإمام الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، كما أورد ذلك الإمام ابن كثير، قال في قول الله: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الله سبحانه وتعالى عرض هذه الأمانة بما فيها، بما فيها على السماوات، السماوات العلى التي زينت بالنجوم والتي تعرف قدر الحق سبحانه وتعالى، والتي أتت هي والأرض طائعتين لله رب العالمين. قال: أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. عرض الله سبحانه وتعالى هذه الأمانة، وعرضت هذه الأمانة على السماوات، فقالت ما فيها، قالت: إن أحسنت جزيتي وإن أسأت عقبت بما ذلك، قالت: لا أستطيع أن أتحمل هذا. انظروا إلى هذا، إلى قيمة الأمانة التي أصبحت نفتقدها الآن. كذلك أيضا عرضت هذه الأمانة على السماوات والأرض، عرضت على الأرض، هذه الأرض السبع الطباق التي شددت بالأوتاد، عرضت عليها، قالت ما فيها، قيل لها: إن أحسنت جزيتي وإن أسأت عقبتي، قالت: لا أستطيع أن أحمل هذه. ثم عرضت بعد ذلك على الجبال الشم الصلاب الراسخة، هذه الأوتاد، قالت ما فيها، قيل لها: إن أحسنت جزيتي وإن أسأت عقبتي، قالت: لا أستطيع. عرضت على الإنسان كما قال الله: إنا عرضنا الأمانة، هل هي أمانة التكليف كما ذكرت، كل شيء، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. ومعنى كلمة فأبين أن يحملنها مش رفضوا أن يحملنها، عشان بعض الناس ما تظنش لك لا ده رفضوا أمر، لا حاشا، لا، لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر، ولكن هم قالوا: لا نستطيع أن نحملها. يعرفون قدرهم ويعرفون قدر هذه الأمانة، أنها كبيرة، أنها عظيمة، أنها يوم القيامة خزي وندامة، أنها يوم القيامة أمر عظيم، من أداها بحقها جوزية، ومن فرط فيها عوقب. ثم انظر للإنسان: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. الإنسان عرضت على آدم فأخذها آدم، فتأتي الآية: إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما بما فيها وبما لها من عواقب وبما لها، جهولا، إنه كان ظلوما، يظلم نفسه دائما، ظلوما جهولا. ثم تأتي الآية الأخرى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. يبين الحق سبحانه وتعالى للذين يبطنون الكفر أو النفاق ويظهرون الإيمان، ليعذب الله المنافقين، الأول المنافقين والمنافقات، يبطنون النفاق ويظهرون الإيمان. وعلى فكرة دول كانوا موجودين على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 70 كانوا موجودين على عهد سيدنا النبي صلى الله على حضرته وآله، وذكرهم لأمين السر، ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا له. ولذلك يترتب على هذا: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي الذين يعلنون بظاهرهم وبعلانيتهم وبباطنهم الشرك مع الله سبحانه وتعالى، يشركون بالله ومع الله، والمشركين والمشركات. ثم يأتي البيان الإلهي لمن صار على المنهج واتبع الطريق وصار على طاعة رب العالمين: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيمة. والأمانة هنا ليست قاصرة،
على الفرائض فقط، كل شيء، الجسد أمانة، العين أمانة، الجوارح أمانة، اللسان أمانة، كل شيء، الدين أمانة. وهنا أقف وقفة، كثيرا ما ترد الأسئلة إلينا ونقرأها وتأتي إلينا عبر الهاتف في قضية خطيرة، في قضية محورية تبنى عليها الأسر، هي قضية الخطبة وما يحدث وما يحل. للأسف أصبح هذا الأمر أمرا خطير. الأسئلة الآن تدور، الخاطب حينما يخطب ويتقدم بالخطبة لمن أراد أن يتزوج بها، فشرع الله سبحانه وتعالى أولا يعني إيه الخطبة؟ رجل شاب يتقدم لفتاة لكي يتزوجها، فشرعها الله سبحانه وتعالى لإكمال المعرفة. يعني إيه؟ يعني عشان الولد يعرف البنت كويس، ويعرف أهلها، ويعرف دنيته رايحة فين وجاية منين ويعمل إيه، يبقى شرعت للتعارف. طب يا مولانا السؤال الآن الخطير، هل الخطبة تعدل النكاح؟ يعني خلاص أنا خطبت واحدة يبقى أصبحت أكني متجوزة؟ لا، هناك فرق كبير، لأن الأسئلة واردة بكده، فرق كبير بين الخطبة وبين النكاح. الخطبة ما هي إلا مقدمة لعقد النكاح وليست نكاحا. يعني إيه مولانا؟ يعني لا يحل للخاطب أن يفعل مع مخطوبته شيء، ولا يحل له أن ينظر إليها إلا في حدود ما أحله الله، النظرة المعروفة إلى الوجه والكفين، أما غير ذلك فلا يجوز. للأسف يعني حادث هذا الأمر بين الشباب، كثيرا من الشباب في الجامعات وفي غيرهم، وحتى للذين يعني يتقدمون، إنه خلاص طلب في عقد وفي دماغه كده وفي قاعدة راسخة وإيمان راسخ عنده، أدم خطب واحدة إن أصبحت مراته، يحل له أن يفعل معها ما يفعل من قبلات إلى غير ذلك، وما خفي كان أعظم. لا، هذا لا يجوز، هذا محرم. وعاوز أقول نقطة، حاجة، البنت سلعة غالية. سلعة يا مولانا يعني أنت حولتها لسلعة؟ مش تطول بالك وصلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لا إن فرطت هي في نفسها هانت على الآخرين، إن فرطت في نفسها هانت على الآخرين. هذا الذي يتقدم، أو هذا الذئب الذي وعدك بهذا، أو يريد أن يتقدم إليك ثم يفعل ما يفعل، والله إن فعل شيئا لا يتزوج، والله لو حدث بينكما شيء لم ولن يتجوز حضرتك. هتجوزك ليه؟ لأن القاعدة عندنا يقول لك ما أتى سهلا سيذهب سهلا، بمعنى يقول لك يا عم الحاج ده طوعتني في كل شيء يبقى طوع غيري. دي القاعدة الموجودة. معلش هو الأمر خطير، أنا يعني أحافظ على الكلام أكثر وعلى الألفاظ أكثر، إنما مهموم بهذا، لأن هناك أسئلة كثيرة جدا من الأمهات ومن الفتيات تسألنا في هذا. لابد أن ننتبه إلى هذه القضية، هي أمانة، والله أمانة، لا يحل هذا، لابد أن نراعي هذا. والبنت لابد أن تكون لديها فطنة وذكاء، لا يأخذ شيئا منك، انتبهي إلى هذا، منك لا يأخذ شيئا. أتدرين لماذا؟ لأنك لو فرطت في شيء أنت التي تجنين هذا بعد ذلك. لو حضرتك فرطت في هذا الأمر بعد ذلك هتجني هذا الأمر وعاقبة هذا الأمر. وللأسف والله حالات كتير جدا يكون خاطب ويحدث بينهما علاقة محرمة، ثم بعد ذلك يتركها ويذهب، يقول لها وأنا دخلت بيكي وأنا جوزتك، ده أنا حيالله خطبك، يعني أنت عارف إن أنت كنتش متجوز، عمال بتقول لها ضحكت عليها وتقول لها ده أنا متجوزك وده ماما الله، لا كل ده نصب في نصب، خلي بالكم. يعني قلنا إن الخطبة للتعارف مقدمة لعقد وليست زواج، شرعها الله لكي يتعرف كل منا على البعض، ليحدث الإناث بعد ذلك. يبقى أنا فهمت اللي أنا هتجوزها بني آدمة والشخصة دي، وهي فهمت عقليتي إيه وبفكر إزاي، بحب إيه، بقرأ إيه، بتكلم إزاي. حتى العلماء لما اتكلموا
في قضية المراسلة يعني حتى في رؤية الخاطب لمخطوبته كلم العلماء فيها كتير جدا جدا جدا، فقالوا لا يجوز إلا في وجود محرم، يعني الأخ أو الأب أو العم أو الخال حد قاعد معاهم. لابد أن ننتبه إلى هذه القضية حتى في قضية المراسلات وفي التليفون، والله يحدث بلاوي. ومعنا اتصال مدام إيمان. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك يا فندم، اهلا وسهلا. ربنا يخليك خيرا ويديلك النعيم لله. اللهم امين يا رب. استاذنك بس على صوتك ووطي صوت التلفزيون. كده كويس يا فندم؟ نعم؟ كده كويس يا فندم؟ ايوه يا فندم اتفضلي. معلش كنت كان عندي سؤالين. اول سؤال، انا عندي يعني 31 سنة. بس عندي سرطان من حوالي 8 سنين. اسال الله سبحانه وتعالى يشفيك يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. زوجي هجرني، يعني لما جبت بنت وطلعت عندها سرطان. زوجي سابني بقاله اكتر من 4 سنين دلوقتي، ما اعرفش عنه اي حاجه. طب لا بيسال على بنته ولا عليا. ما طلقكيش؟ لا طلقني وغيابي وما اعرفش عنه اي حاجه، حتى ما اعرفش مكانه فين. تمام. ده يعني ده اول سؤال، ده عقابه ايه عند ربنا؟ حاضر ماشي. تاني سؤال، انا دلوقتي معايا بنتي عندها يعني ربنا يشفي الدنيا. عندها ايه؟ عندها سرطان على الرئه. هل يعني بس مش عارفه اقول لحضرتك، انا سبب يعني مش عارفه اقول والله، يعني ربنا هو السبب، يعني ربنا اكيد ده شايل لنا حاجة كويسة، عشان ده الموضوع ده أكيد شايل لنا حاجة كويسة جدا الحمد لله يعني. فهي أنا المفروض هعمل لها عملية أو كده. ففي حد جنبي، أحد الأشخاص جنبي هيعمل لها العملية وياخد العفش التعبيشي كله. ويعني هو قدر العفش التعبيشي، وهدفع يعني هدفع له فلوس مرتين يعتبر، هياخد عفش بيت وأديه له قطط برضه. هل ده يعني هل ده يجوز او ما يجوز؟ حاضر ماشي. حاضر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيك، اللهم امين يا رب العالمين. اما بالنسبه للسؤال الاول، حضرتك بتقولي يعني رزق الله حق سبحانه وتعالى بمرض، اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيك شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما. اريد ان انوه على شيء، الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، ويبتلى المرء على قدر دينه. والحبيب قال: أشد الناس ابتلاء أو بلاء الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. فهذا ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى للعبد، ليمحص العبد تمحيصا لهذا العبد. ونبلو أخباركم، ثم بعد ذلك يبين الله سبحانه وتعالى هذا البلاء بأن هذا العبد قد صبر على هذا المرض. جزاؤه إن صبر واحتسب الأجر عند الحق سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة بفضله وكرمه وجوده وعطائه. ليه؟ لأنه احتسب هذا المرض في سبيل الله، واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وصبر وجاهد هذا المرض. كل هذا وهذا المرض، خلي بالكم من نقطة، أي إنسان يصيبه بمرض أو غير ذلك يكفر الله سبحانه وتعالى عنه خطاياه، يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا تعب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى عنه خطأ، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا ننتبه إلى هذه القضية. أما قضية أن الزوج هجر حضرتك وسابك وساب بنته وما يسألش عليها، الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على هذا. ليه؟ أقول لحضرتك على النقطة، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون عند حسن الظن، بمعنى كو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. حضرتك في حالة القوة وفي حالة حينما كانت سليمة ليس بها مرض ولا سقيمة ولا شيء،
أحببتها ورزقك الله سبحانه وتعالى منها ببنت أو بغيرها، حينما يصيبها مرض تتركها وتذهب، نفقتها واجبة عليك. ينفق ذو سعة من سعته. شوف القرآن الكريم بيّن لنا هذا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نسب البيوت إليهن والنفقة واجبة عليهن، على البنت وعليها، من باب العطف، من باب التراحم، من باب أن نكون فيما بيننا متراحمين. يا أخي من لا يرحم لا يرحم، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. قضية خطيرة جدا جدا، وده سوء اختيار يبقى من العبد. إن صبر هذا الإنسان على البلاء الموجود عندها الله سبحانه وتعالى يجازيه خيرا. طب إن صبرت المرأة على البلاء وأذى زوجها، أخبرنا الحبيب فقال إن صبرت المرأة على أذى زوجها لم يكن لها جزاء إلى الجنة. شوف الجزاء العظيم ده، مطمعنا مش في الدنيا، مطمعنا هناك في عرفات الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قضية لابد أن ننتبه إليها، قضية خطيرة، قضية الوفاء بين الزوج والزوجة، يحترم كل منا البعض. ده بالنسبة للسؤال الأول، هو آثم لهذا الفعل؟ الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على هذا، لأنه ضيع الأسرة. والحبيب صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إن تسبب هذا الأب في التشريد لهذه البنت ولهذه الزوجة والضرر بهن، الله سبحانه وتعالى يحاسبه في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. ثلاثة لا ترد دعواته، دعوة المظلوم ودعوة، شوف دعوة المظلوم ودعوة الصائم ودعوة المسافر. دعوة المظلوم يرفعها الله سبحانه وتعالى فوق غمام السماء ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. انتبه أيها الإنسان، أيها الأب، وعد إليهن وقم بالرعاية عليهن واتق الله فيهن، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على هذا الفعل إن عاجلا أو آجلا. أما القضية الثانية اللي بتقول يعني البنت، السؤال الثاني، عندها سرطان، أسأل الله سبحانه وتعالى يشفيها يعني، فبتقول عاوزة تعمل لها عملية وفي نفس الوقت معاش فلوس، والراجل هياخد العفش ويعمل لها العملية. طب يعني هو ما عندوش قلب ولا ضمير؟ ما برضه يعني شيء مش منطقي، ما عندوش قلب ولا ضمير. بمعنى هو واحدة مريضة، الأم عندها سرطان والبنت عندها سرطان، أعاذنا الله وإياكم، يعني مش مكفي ده، هياخد العفش كمان؟ ربما تبتلى أنت بهذا المرض. لكن على أي حال، بمعنى لو كان هذا قرض، يعني بمعنى إيه؟ إن العفش ده مقابل العملية، فلما تاخدي منه فلوس ومش هتعرف تسدديها، فبقول لك هاخد العفش ومش عارف إيه، والعفش ده مضاهي يعني بمثل هذا، فهذا لا يجوز. طب أنا أعمل إيه يا مولانا؟ أتوجه إلى بعض الجمعيات أو إلى مصر خير أو إلى بيت الزكاة في الأزهر الشريف، وأقدم الأوراق بتاع حضرتك هناك، وإن شاء الله بإذن الله يقوم بالرعاية والعناية ويقوم بعمل العملية لهذه الطفل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب عودا على ذي بد، نعود إلى قضيتنا، قضية الخطبة الخطيرة، لأنها أمانة. بتيجي البنت، الشاب يغرر بيها ويضحك عليها، يكلمها في التليفون، يحدث بينهما علاقات محرمة، ويحدث بينهما والله حقيقة إلى أمور يعني يعف اللسان عن ذكرها، يعرفها القاصي والداني ويعرفها الكبير والصغير. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، لا يخلون رجل بامرأة
إلا وكان ثالثهما الشيطان. ننتبه إلى هذه القضية، قضية خطيرة. فالأب مسؤول عن هذه الرعاية، والبنت أيضا عليها، وهذا الذئب البشري. أقول لكم على حاجة، الرجل ينظر إلى المرأة من الناحية الجسدية. يعني إيه يا مولانا؟ علماء النفس بيقول لك إن الرجل ينظر إلى المرأة من الناحية الشهوانية، والمرأة تنظر إلى الرجل من ناحية الأمن والأمان والسكن والطمأنينة. شفت القضية الخطيرة دي؟ الرجل حينما ينظر إلى المرأة ينظر إليها نظرة شهوانية. يقول لك يا مولانا أنت متحمس على الرجالة أوي. لا والله، طب أنا راجل اللي بتكلم، لكن القضية صحيح خطيرة، عاوزين نقف عليها. وكذلك المرأة تنظر إلى الرجل نظرة أمن والأمان، وإن هو السكن، وإن لو حصل أي مشكلة ولا أي حاجة هو يدافع عنها وحافظ عليها. فهذه النظرة إن تساهلت المرأة فيها أصبحت هينة لينة سهلة. والقاعدة عندنا من أتى سهلا ذهب سهلا، يبدأ يتطاول الأمر بالميعاد وإلى غير ذلك. وهذا يحدث كثيرا مع الشباب في جامعاتنا وإلى غير ذلك. بد أن ننتبه إلى هذه القضية الخطيرة، ونوعي الشباب ونوعي الفتيات بأن الخطبة، كل من يسمعني الآن، ما هي إلا مقدمة لعقد الزواج، ليست زواجا. فلا يحل لهذا أن يفعل شيئا، لا يحل له إلا النظر. النظر فين؟ في حدود ما أحله الله، إلى الوجه والكفين. ولذلك العلماء بيّنوا هذا كثيرا، وأمرنا الإسلام وأمرنا القرآن كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إنما تتساهل البنت في القضية، وطب حاضر، ويمسك إيدها ومش عارف إيه، وتقابله وبعد كده يحدث بينهما قبلات، والقبلات تتطور، ثم بعد ذلك خرب بيوت بالصلاة على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. كده ده ينفع؟ وهيسيبها ويمشي، مش عامل معها، والله هيسيبها ويمشي، مش هيتجوزها. يقول لك خلاص فرطت، أصبحت سهلة كده، سهلة في هذه النقطة يبقى سهلة ليه. طب ليه؟ لما نضيع أنفسنا؟ إذا نسينا الله نسانا الله، بمعنى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا نسينا الله أنسانا أنفسنا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فسق أي خرج عن طاعة ربي. فلابد والله، هذه قضية وهذه أمانة. وهذا الأب قد يعني استأمنك على هذه البنت، هذه الفتاة التي غررت بها. أذكر لكم قصة حقيقية، شاب تقدم للخطبة بفتاة. شو بقى القضية الخطيرة دي؟ وبعد أن تقدم بالخطبة دخل عليهم بأسلوب يعني وهو معسول الكلام، نقدر نقول إنه هو يعني أستاذ في الكلام ورئيس قسم، عميد في الكلام. فلما دخل هذا البيت وبعد فترة سلم البيت بما فيه، الأب سلم له والأم سلمت له والإخوة كذلك. فكان هذا الذئب البشري يأتي. فلما دخل هذا الرجل فأمنه الرجل على البنت، فاستأذنه ذات يوم أن يخرج بها، استأذنه أن يخرج بها. ماذا حدث؟ فاصل ونواصل، فانتظرونا. الحمد لله، عدنا من ذلك الفاصل. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أمين يا رب العالمين. قبل الفاصل كنا بنتكلم في القصة المعهودة المعروفة. لمن كان لا يسمعنا قبل الفاصل، شاب تقدم للخطبة بفتاة، معسول الكلام، أستاذ في الكلام، عميد في الكلام، فسلم له البيت
الأب سلم بعد فترة، والأم سلمت بعد فترة، انظروا. وكذلك الإخوة. ففي يوم من الأيام ذهب هذا فقال للأب: أريد أن أخرج مع الفتاة، مع خطيبتي يعني. فالأب بكل سهولة ويسر يعامله كابن ولم يبدو منه شيء. فلما ذهب إليه فقال له: اذهب خذها واخرج. فذهب هذا الإنسان من أول النهار، فذهب ثم بعد ذلك أخذ يسير هو وهي في كثير من الأماكن، راحوا أماكن كثير. ثم بعد ذلك معه سيارة فأعطاها مشروبا، انظروا، وكان به مادة مخدرة فشربت هذا. هذه قصة حقيقية واقعية حدثت، فشربت هذا. فبعد ذلك أخذها النعاس النوم لأنها خدرت. فما كان من هذا الذئب البشري إلا أن وقع عليها. لم يكتفي بهذا، لا، بل قام بتصوير هذا. وبعد أن فاقت أخذت هذه البنت تصرخ وتعلو بصوتها، فهددها بهذا وقال: أنت التي وافقتيني على هذا وكذا وكذا وكذا، بأسلوبه الناعم الساحر أقنع الفتاة. فسكتت هذه الفتاة فعاد إلى البيت وكأن لم يكن شيء. ثم بعد ذلك بدأ يهددها بهذا، فكانت تأتي إليه كثيرا ما تأتي إليه. وبعد فترة تركها هذا وسافر وغادر البلاد، فكانت النتيجة أن حملت هذه الفتاة. السؤال الآن: ماذا يحدث؟ معنا اتصال. أستاذ محمد. ألو. عفوا، تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم. مولانا. عليكم السلام ورحمة الله. والله أنا عاوز بس أسأل حضرتك يعني سؤالين يعني. الأول في سورة الكوثر: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. عليه الصلاة والسلام. ماشي. يعني فما المقصود بالنحر؟ لاني سالت فيه في السؤال ده كثير، فاللي يقول لك النحر اللي هو الذبح، والنحر اللي هو وضع اليدين على الصدر في اثناء الصلاه. تمام، معايا حضرتك؟ تمام. الثاني بس ده اول سؤالي الاول. ماشي. الثاني، السؤال الثاني هو اننا يعني انسان ملتزم جدا مع ربنا سبحانه وتعالى في صلاتي وعبادتي وكل شيء، ولكن بفكر في ربنا من هو، ازاي، كيف، ازاي، مش عارف. فبدخل في دوامه، في دايره كده، مش عاوز يعني اخش فيها جا خالص يعني. حاضر، اجاوبك دلوقتي. حاضر حاضر استاذ محمد. نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبت قلبك وقلبنا على الطاعه وعلى الايمان لله رب العالمين. ودايما هنبدا بسؤال الاول. السؤال الاول في سوره: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. هذه السوره المباركه هي سوره الكوثر، وهذه الصورة المقصود بقوله إن أعطيناك الكوثر هذا نهر أعطي للحبيب صلى الله عليه وسلم. الحبيب صلى الله عليه وسلم أعطي نهر يسمى بنهر الكوثر، فصل ربك وانحر، أي المقصود به النحر، بالنحر أي الذبح. فهذه خاصة، ونزلت هذه في الأضحية، نزلت في الأضحية. فهذه الآية تدل على مشروعية الأضحية التي يضحي بها الإنسان لله رب العالمين، لأن الله قال: لو إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فصلي لربك، مش فصلي، لا، فصلي لربك وانحر. كلمة فصلي لربك وانحر أي صلي هذه الصلاة، المقصود بها صلاة العيد، ثم بعد أن تصلي تنحر، تقوم بالذبح بعد ذلك. يبقى المقصود بالنحر هو الذبح، اللي هي الأضحية. إن شانئك هو الأبتر، أي إن الذي يتطول عليك يا رسول الله ويعتدي عليك يا رسول الله هو الأبتر الذي لا مولود له ولا بيان له ولا كيان له، والله أعلم. يبقى المقصود بهذه الصورة نزلت في الأضحية، والمقصود بالنحر هو الذبح. طب السؤال الثاني: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن الإنسان إذا
أتى إليه هذه الخواطر التي تجول، فهذا من عمل الشيطان دائما وأبدا. يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك، تدعو بهذا الدعاء دائما. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق. لماذا؟ لأنه لا يحيط به فكرة. الله شوف، الله له سمع له سمع، له بصر له بصر، له يد له يد، له رجل له رجل. فسر كيفما تفسر، بس استنى، في نطاق قوله ليس كمثله شيء. خلي بالكم من النقطة، الله يسمع ويرى ويعلم كل شيء، كل هذا في نطاق قوله ليس كمثله شيء. يعني ربنا مش زي الإنسان والعياذ بالله، حاشاه، هو الذي خلق الإنسان، فالإنسان مخلوق من مخلوقات الله ومخلوق بيد الله، فلا يجوز لنا أن نفكر في الخالق. إنما لما يجي إنسان لك أصل ده، يدخل في عندنا في حاجة اسمها الدور والتسلسل في علم العقيدة والفلسفة عندنا في الجامعة درسناه، يدخل حاجة اسمها الدور والتسلسل. يعني إيه الدور والتسلسل؟ هيبدأ يقول طب مين اللي خلق، مين اللي أوجدني، أنا موجود منين؟ من أبويا وام. طب مين اللي أوجد أبويا وام أبوهم؟ مين اللي أوجد كذا كذا؟ مين اللي أوجد كذا كذا؟ مين اللي أوجد كذا؟ إلى أن يصل من أوجد الله، والعياذ بالله. ندخل في دائرة مغلقة تسمى بالدور والتسلسل، ترجع إيه؟ عامل زي حلقات السلسلة تدور كيفما تدور إلى ما لا نهاية. فيخرج من هذه، نخرج من هذه النقطة أن الله سبحانه وتعالى موجود، الله سبحانه وتعالى له القيومية، الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. فسر كيفما تفسر ولكن في نطاق ليس كمثله شيء. خلي بالك من النقطة دي، وتنتهي بهذه الفكرة وتقول أعوذ دائما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى، ادعو الله سبحانه وتعالى، واعلم بأن الله مطلع عليك، ناظر إليك، يراك، والله أعلم. معنا أستاذ ممدوح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل. ازيك؟ عندي سؤال والنبي مولانا الله يرحمك. اتفضل. عندي مدام عاملة عملية في ظهرها كبيرة، حلو؟ فطبعا انا بتتوضا ما بتقدرش توتر الجهة وبتاع وكده، انا يعني بتستنجى وكده يعني. تمام. ينفع ان انا اوديها واخليها واسنديها واظبطها يعني في البدو وتصلي وهي نايمة؟ تمام، حاولك. حاضر، ني الله يكرمك. حاضر، هجاوبك دلوقتي اهو. ماشي. صلى على النبي ممدوح عليه الصلاه والسلام، صلى على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. ده انا عاوز اقول لك ان هذا وفاء منك. الزوجه مريضه، شوف ده مثال الوفاء استاذ ممدوح. والمثال الاولاني احنا ذكرناه، السؤال الاولاني الذي تخلى عن زوجته وابنته لما اصابهم المرض. استاذ ممدوح يقول لك هي عندها مرض أو عاملة عملية لغضروف أو غير ذلك، الله أعلم بهذه العملية. طيب يا مولانا، هي عاوزة تصلي لله رب العالمين، ماذا تصنع؟ مش قادرة توطي إنها تغسل رجلها. والله إن قمت بهذا الوفاء فلك أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. يعني إن وضتها وغسلت لها رجليها وهيأتها للصلاة تأخذ أنت ثوابا والله على هذا. وهذا قمة الوفاء وقمة العرفان وقمة الرحمة. لا يحدث من كثير من الناس أو من كثير من الأزواج، لا يحدث والله منهم هذا. كثير من الأزواج ما يحدث منهم هذا، بل يتطولون بالألفاظ ويسبون ويشتمون ويضربون ويطردون من البيت إلى غير ذلك مما نراه ومما نشاهده. أما هذا وفاء، نعم، وضيها وقم بتهيئتها للصلاة وضوءا كاملا للصلاة، وهذا وفاء منك. الله سبحانه وتعالى يعطيك ثوابا في الدنيا والآخرة. يعني أريد أن أنوه على شيء، يفضي بعضنا إلى بعض وينكشف بعضنا على بعض، وحينما يصاب أحدنا بالمرض يتركه الآخر ويقول ذرني ومن خلقت وحيدة، أنا ماليش دعوة يا عم الحاج، طلقني أو أنت طالق. أهذا وفاء؟ لا،
قمة الوفاء وقمة العرفان وقمة الرحمة وقمة المودة أن يفعل هذا، أن تقوم على رعايته وهي تقوم أيضا على رعايتك. إن أصابك مرض أو غير ذلك مصيبة، فهذا إن دل يدل على الوفاء والعرفان. أمهات المؤمنين كان الحبيب في شدة مرضه، آه يا رسول الله يا سيدنا النبي، في قمة مرضه كان يذهب الحبيب عند أمهات المؤمنين ويساوي بينهن ويعدل بينهن حتى أشفقن عليهن، فقلنا له يا رسول الله رضينا أن يكون تمردك عند أم المؤمنين عائشة، وذهب الحبيب وتمرد عندها، وكان الحبيب يضع رأسه في حجرها لعلمهن بحب سيد الخلق لها، فكان يقول دائما اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني فيما تملك ولا أملك. وفاء، هل رفضته السيدة عائشة؟ لا والله، كانت تقوم على خدمة الحبيب، والحبيب كان يقوم على رعايتهن وخدمتهن. لما سئلت عن سيدنا النبي قالت كان في مؤنة أهل بيتي، أي في خدمة أهل بيتي. إن لم نأخذ الوفاء من سيدنا فممن نأخذ الوفاء؟ والأمانة، هذه المرأة أمانة عندنا والرجل أمانة، كل منا أمانة في يد الآخر، يجب علينا أن نحافظ وأن نقوم بالرعاية لهذه الأمانة، لأنها أمانة سيسألنا الله سبحانه وتعالى عنها. ولذلك سيدنا أبو ذر الغفاري لما أتى إلى سيدنا النبي قال اجعلني يا رسول الله أميرا أو اجعلني على خزائن الأرض، قال فضرب الحبيب على صدره وقال له يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف، كما أخرج الإمام مسلم ذلك، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي أو ندامة، فمن إلا من أدها بحقها. وهنا أقول اللهم اجعل مصر بلد السلم والسلام والأمن والأمان والرضا والاستقرار. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحمي شبابها وأبناءها ونساءها وجيشها وشعبها وأمنها، وأن تحميها كلها ببركة الصلاة على النبي الأمين وببركة رسول كريم والله أكرمه. فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم. سيدي يا رسول الله إني محب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وحنينها وغرامها وهيامها بمحمدي، يا عاثري لو ذقت يوما حبه وغرامه حقا لكنت مساعدي. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.